في لقاء سابق لك قلت أنا حسيب تمثيل والفن عشان ربنا، صح؟ في لقاء؟ في لقاء سابق طبعاً طبعاً رجعت. لا أنت حضرتك، أنا استمريت برضو. أنا بس كنت بخرج بقى، يعني أنا كنت بصي، بس أنت استخدمت التعبير. كان وقفتي كانت لازم أعرف أنا رايح فين، لازم أدرس. ما هو خدتك وقت طويل، بس ما هو ده كمان على حسب الظروف اللي كانت موجودة أياميها، لأن كان في حرب الخليج قامت، السينما وقفت 10 سنين يعني. فالجيل كله عبارة عن 10-15 سنة. لما تقعدي 10 سنين وانتي شويه برضو 5 سنين، فخلاص الجيل اتغير. يعني حتى السينما لما قامت بعد كده بجيل تاني، من مخرجين لممثلين بالظبط كده. بالظبط الفريق كله. لكن انا كنت في الفتره دي انا كنت بخرج برامج، كنت بخرج كرتون للاطفال، وكنت بقدم برامج برضو دينيه يعني عموما. اخدي طابع الديني، بس استخدامك لمفردات او لا تعبير. لا، حتى الكرتون ما كانش بس ديني فقط، لا غير. يعني كنت بعمل سنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكرتون، لكن كنت بعمل حاجات فانتازيا للاطفال كرتون يعني. طب قلت علشان ربنا؟ طبعا. ليه؟ بصي، ايه المقصود فيه؟ يعني انا سالتك ايه وانت عليك توسع. كل واحد فينا محتاج وقفه يصحح مساره، يشوف اذا كان اصل احنا كنا ماشيين بهوانا الاول. ايه الغلط اللي كنت عامله؟ لا، ما كانش غلط، انا ما فيش حاجه غلط. طيب، لكن انت بتعرفي انت مخلوقه ليه بقى؟ يعني وظيفتك مش انت عايشه على مزاجك فقط، لا، او لنفسك وجهه نظرك فقط، لا، انت محتاجه تعرفي انت ايه سبب خلقك ووظيفتك ايه. ده لان انت ابسط الامور، وانت بتقدمي حاجه انت بتضري او بتنفعي. فلازم تعرفي انت بتضري لحد فين وبتنفعي لحد فين، وايه حدودك. اي حاجه ليها حدود. احنا حتى واحنا قاعدين دلوقتي الكاميرا ليها فريم، صح؟ لو احنا اتحركنا شمال او يمين خرجنا بره الكادر، مظبوط. برضو ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا فريم نبقى جواه. لو احنا خرجنا او شتينا بره الكادر خرجنا بره الموضوع خالص. طيب، فلما تعرفي ايه وظيفتك وايه حدودك وايه المطلوب منك وايه اللي انت المفروض تقدميه او ما تقدميهوش او ايه اللي تعمليه او ما تعمليهوش، هو ده اللي انا كان لازم ادرسه، اقعد ادرس فيه الموضوع. واخدك الموضوع ده كله للاسباب كلها اللي ذكرتها قبل، حرب الخليج، الطقم كله اتغير طبعا، علشان كنت طبعاً عم بتراجع ده شكل الدنيا حساباتك. انت بمرحله من المراحل حسيت انه اللي قدمته كان حرام، الفن حرام، انا الشغل يعني الفن بعيد عن ربنا؟ ما فيش حرام مطلق في اي مهنه، ولا حلال مطلق في اي مهنه. كل المهن فيها حلال وحرام. الدكتور لما يبتدي يستخدم الاسلوب بتاع انه يضر المريض بتاعه ده يبقى حرام، بقى حرام. صح. البقال لو باع جبنه فاسده للناس بقى حرام. احنا اللي بنحدد او التناول اللي احنا بنعمله هو اللي يحلل أو يحرم. طب من تجربتك أنت استشفيت، اكتشفت الفن إيه؟ بصي حضرتك، أنا لما درست وقريت وبتاع، القرآن كله قصص. والقصص بتتكلم على البشر وعلى التكوينات النفسية بتاعت البشر، وإيه التطورات اللي فيها، وإيه الـ 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 الشكل اللي ممكن تتعالجي بيه. هنا لما انا اعرف ده وادرسه، انا كنت بقى بدرس مع السينما علم نفس و لكن انا برضو ده اراء محدوده او وجهات نظر بشر. لكن لما تقري وتعرفي كتاب الله بيكون موضوع مختلف، موضوع اكبر بكتير، ومنظور اعلى ومنظور اوسع. طب ايه اللي اكتشفته؟ ما انا عاوزك تشاركني بهالخبره. بصي حضرتك، يعني احنا مثلا سنين البعد، سنين تحت الاضواء والتمثيل والنجوميه، فجاه انا بدي ابتعد. تعالي نتكلم على اشياء احنا كنا بنعملها وكنا من وجهه نظري بعد شويه عرفت انها كانت بتضر ما بتنفعش. زي ايه؟ زي مثلا في فترة ما اتكلمنا عن المخدرات وشرب المخدرات وبتاعت من كده، أنا كنت لما بتناول الموضوع كنت بتناوله قبل ما أفهم، كنت بتناوله بشكل إن أنا إيه، أعمل المشاهد اللي تبقى فيها أبقى دمي خفيف وأنا وأنت بتشرب مخدرات ده بيفجر يعني فضول عند الآخر إنه نفسه يعيش في الحالة دي. فانت بتضري في اللحظه دي. ليه ما نقول مثلا، ما تجيش تقولي يعني انا ممكن لما اتناول دلوقتي موضوع مخدرات مثلا لازم
أوري الجانب السلبي فقط لغير، مش الجانب المتعب. زي إن واحد منتشي وفرحان، يعني ما نصورش الموضوع بالشكل ده. من وجهة نظري مش، لا ما 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 يبقاش الشكل ده هو الأعمق. إحنا بنيجي في الآخر خالص بنقول لا ما تشربش، لكن ساعتين بعيشه في حالة كاملة من إن التعاطي. لكن أنا لما جي أتناوله لازم أتناوله دلوقتي قد إيه بيضر عشان يخلي فيه رفض للمتفرج. بس أنت بتعرف إنه السينما بتنقل المرآة للمجتمع. لا إحنا بنحط الفلفل والشطة. ليه؟ عشان نعمل عملية جذب للجمهور، ما بندورش على إن يبقى فيه أسلوب إن أنا أخلي الناس توعية. بس هي حبكة، رفض. هي أنا بالنسبة لي وقصة. في ناس كتير قوي وجهة نظرهم مثلا إن الفن عبارة عن متعة فقط لا غير. بيجمع المتعة برضه. لازم يبقى في متعة. لازم في متعة. لكن لازم يخاطب بيها العقل. بصي أخطر المهن اللي بتخاطب العقل. زي الصحافة، زي اللي بيكتب، زي اللي بيمثل، زي اللي بيخرج، زي ده مهنة بتخاطب العقل. العقل لازم يستوعب إنه إزاي يصحح مسار حياته أو أوصل له الأشياء. لأن ببساطة شديدة جدا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من أجرهم شيئا. يعني إيه؟ أنا لما أعمل حاجة والناس تمشي من ورايا من خلالها وهي بتضر، يعني أنت مسؤول. مسؤول. تقصد انك مسؤول بالظبط. بس انت ما صورت على انها فقط هي للمتعه، انت عم بتصور الحاله واخر المطاف عم بتقول للناس دي حاجه مش كويسه ودي حاجه بتضر، بيبقى التمثيل بيبقى الشكل هنا الشكل. بصي اي حاجه فيها ميزان لازم يبقى يعني فيها كفتين معدلين. انت ما كنت راضي عن الشكل اللي قدمته بالاول؟ لا اللي فهمته انا مش راضي، بالعكس. بصي اي واحد لازم ياخد الاول وهو صغير كده تطعيم مضر عشان يبقى بعد كده عنده إدراك. كل مرحلة من مراحل العمر لازم يبقى فيها وقفة ويبقى فيها إدراك بشكل آخر. مش معنى أن أنا ما أوصل مثلا في سن الأربعين أبقى أنا بعيش بنفس فكر العشرين، لا. ما هو نضوج، يا نضوج. عملية نضوج صح. والنضوج لازم تعرفي أنت وظيفتك إيه، مخلوقة عشان إيه، هل أنت مخلوقة وعايزة أنهي خط تمشي فيه، هل الخط اللي بيضر ولا الخط اللي بينفع ولا اللي هو الخط المادي اللي في النص اللي هو عايشة لحياتك بس وخلاص. بس ممكن نحن نكتسب هذه الخبرات نحن وعم نمارس حياتنا الطبيعية وبشغلنا، يعني ما نضطرش. أنا وقفت في الفترة اللي السينما كلها وقفت، بس أنا برضو كنت شغال. أنا مش ما اشتغلتش، أنا كنت شغال وأياميها قدمت فيلم كان اسمه انتفاضة على أيام كان سنة 93 على الشكل اللي هو كان فيه 5000 مصري سافروا إسرائيل واتجوزوا هناك وخلفوا أولاد واترفض رفض كامل من الرقابة ساعتها لأن كان في أياميها تطبيع يعني. نعم. فأنا اتجهت برضو للشكل، يعني أنا خدت المسؤولية أن أنا أعمل أعمال فيها الهدف. فيها الهدف. يعني باختصار انت الفتره اللي ابتعدت فيها عم بتحدد كنت مساراتك، يعني بدل ما اديت دور اللي بيتعاطى المخدرات بشكل فرحان ومنتشي بالزبط. اليوم بتشوف اي شخص ممكن يؤدي هذا الدور بطريقه مختلفه بالزبط. تبين الصوره السيئه من الاول من بالزبط. البدايه بالزبط. صح بالزبط. مش كده؟